السلام عليكم. دي المقالة الثانية بعنوان ليه ما ينفعش لمربي الأرانب استدعاء دكتور بيطري عند ظهور كل عقل. أمراض الأرانب أمراض عادية وأمراض معدية. فلو مثلا جهل المربي جديد مبتدئ مرض زي تقرح العرقوب أو بروز الأسنان، مش معقول هيروح يستدعي دكتور بيطري يعني أجره قد كده. ما ينفعش مرة واحدة، أقل علاج بياخد 3 أيام في الأمراض المعدية، فمش معقولة كل شوية هيروح يستدعي دكتور بيطري. فنبص إحنا للموضوع ده من ناحية دكتور بيطري، هيبقى مكلف قد إيه؟ كل مرض أروح أستدعيه، كل مرض أروح أستدعيه. لازم المربي يعرف كل حاجة عن أمراض الأرانب سواء العادية أو المعدية. العلاج مش بيقتصر بس على الحقن أو تذويب في مية الشرب، لا، ده بيستلزم حاجات تانية زي تطهير مثلا الجروح وتطهير المكان، وبيستدعي إجراءات تانية ممكن تستعمل معالجة المسبب نفسه إضافة لإجراءات وقائية خاصة لأي مرض معدي للحد من انتشاره. ما كانش المربي عارف ومتأكد من الخطوات دي مكتملة، طبعا هنا يبقى صعب نجاح العملية العلاجية لأي مرض. وإلى لقاء آخر في مقال آخر.